بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 165. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا في إجابة الدعوة إلى وليمة، إجابة الدعوة إلى وليمة. فالإجابة إذا كان الداعي واحدا فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان هناك اجتمع داعيان أيهما يجيب؟ يجيب أقربهما دارا من داره. نعم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، أقربهما بابا يعني من بابك. نعم. فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. نعم، أقرب الجيران. فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. أما إذا سبق أحدهما فإنه يجاب ولو كان هو الأبعد، ويقدم على الأقرب الذي تأخر في دعوته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. رواه أحمد والبخاري. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادت أن تهدي إلى جارها هدية فبمن تبدأ؟ فأجابها بأنها تبدأ بأقربهما بابا. نعم. باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت، وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث. هذه إجابة يسمونها الجفلة، يعني ما عين أحدا فقال ادعو إلى الوليمة من لقيت، فيبدأ بأولهما لقاء به. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس، اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت به، فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت. فدعوت من سمى ومن لقيت. متفق عليه، ولفظه لمسلم. والحيس هو التمر المعدوم بالدهن. فصنعت أم سليم صنعت حيسا وأتت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت. عين له فلانا وفلانا وعمم فقال: ومن لقيت. فيبدأ بالمعين ثم يبدأ بمن لقي ثم يتبعه بمن لقيه في الطريق. نعم.
فدعوت من سمى ومن لقيت. متفق عليه ولفظه لمسلم. هذا فيه أنه يبدأ بالمسمى ثم بعده بمن لقيه في الطريق. نعم. وعن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال إن له معروفا أثنى عليه، قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. رواه أحمد وأبو داود. أن الوليمة على الزواج، وهي في أول يوم حق، وأما في ثاني يوم فهي معروف، فهي معروف، يعني من المعروف، من المعروف، والثالث رياء وسمعة، رياء وسمعة، يعني فلا يزاد على يومين في الوليمة إلى ثلاثة أيام أو أكثر. نعم. واليوم الثالث سمعة ورياء. رواه أحمد وأبو داود، ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة. نعم. باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع. نعم. إذا دعي وصادف في الاجتماع منكر، أمر منكر، فإنه ينصرف ولا يبقى ولا يجلس، تغييرا للمنكر وإهانة لمن أظهر هذا المنكر، يرتدع هو وأمثاله. نعم. باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع. قد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. الحديث هذا: من رأى منكم منكرا، من رأى، أما المنكر الذي لا يرى مخفي فلا تبحث عنه، لكن إذا ظهر المنكر وجب إنكاره، وجب إنكاره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأصحاب السلطة من ولي الأمر أو من أنابه في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل رجال الهيئة. نعم. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، ينكر المنكر بلسانه، إذا لم يستطع بيده فإنه ينكره بلسانه. فأصحاب السلطة ينكرون باليد ويغيرون المنكر باليد، وهم السلطان أو من أنابه السلطان من رجال الهيئة مثلا، فإن لم يكن له سلطة فبلسانه ينكر المنكر ويظهر أن هذا منكر ولا يجوز، ويعظ أصحابه. نعم. فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع بلسانه لكونه ليس من أهل العلم، أو عند أو هناك مانع من الإنكار باللسان، فيكفي أن ينكره بقلبه ولا يرضى به، لأن هذا من هذا منتهى استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أنه لا يقر المنكر، إما أن يزيله باليد إن كان له سلطة، وإما أن ينكره بلسانه، وإلا على الأقل يكون منكرا له بقلبه ولا يقره. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه. نعم. قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. رواه ابن ماجه والنسائي. نعم. فيه قرام
لعائشة معلق وفيه تصاوير، يعني رسم، تصاوير يعني رسم مرسوم عليه صور ذوات أرواح. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، فهذا فيه دليل على أن من جاء إلى مكان فيه منكر فإنه يرجع حتى يزال هذا المنكر ولا يجلس في مكان فيه منكر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما التصاوير المهانة التي تداس ويتكى عليها ويجلس عليها فهذه ليس لها حكم لأنها ممتهنة، إنما الكلام على التصاوير المعلقة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح، رواه أبو داود. نعم، يعني مكان يدار فيه الخمر هذا لا يجلس فيه ولا يتناول ما يقدم فيه ولا يجلس فيه، أو يأكل وهو منبطح، أو يأكل وهو منبطح على بطنه من غير ضرورة، من غير، إذا كان ما يقدر على الجلوس وإنما لا يقدر إلا على بطنه فهذا معذور، لكن إذا كان يأكل وهو منبطح من غير عذر فهذا لا يجوز. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام، رواه أحمد ورواه الترمذي بمعناه من رواية جابر وقال حديث حسن غريب. المراد بالحمام هنا المكان المعد للاغتسال، المكان المعد للاغتسال، ويكون مهيأ بماء دافي ومهيأ فيه ما يحتاج إليه بالأجرة، يدخل بالأجرة، فهذا يجوز أن تدخله لكن بشرط أن لا تقر المنكر الذي فيه، بل تغيره باليد أو باللسان أو على الأقل بالقلب إذا كنت لا تقدر على هذا ولا على هذا. وأما النساء فإنها تمنع من الذهاب إلى الحمام الذي يكون فيه مهيأ للاغتسال للناس وفيه ماء فاتر وفيه منظفات، فهذا إذا كان الناس يغشونه ويجتمعون فيه فلا يجوز أن تذهب إليه لما فيه من كشف العورات والاطلاع على الناس. نعم. قال أحمد رحمه الله وقد خرج أبو أيوب رضي الله عنه حين دعاه ابن عمر رضي الله عنهما فرأى البيت قد ستر ودعا حذيفة فخرج، وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم. نعم، الستر اللي على الجدران هذا من زي الأعاجم، الجدران لا تستر، ما يستر إلا الكعبة المشرفة، وأما بقية البنايات وبقية فهذه لا تستر. نعم. قال أحمد وقد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر ودعا حذيفة فخرج، وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم. قال البخاري ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. صورة يعني معلقة، أما الصور الممتهنة هذه لا حكم لها، إنما المعلقة
فهذه لا يجوز تعليق الصور في البيوت، لأن هذا منكر واضح. نعم. باب حجة من كره النثار والانتهاب منه. النثار هو النقود التي تنثر على الناس بمناسبة زواج أو بمناسبة أي مناسبة يكون فيها نثار، ينثر على الناس من النقود، وكل يأخذ ما أمكنه، هذا إضاعة للمال وأيضا فيه إسراف. نعم. باب حجة من كره النثار والانتهاب منه. كره باب حجة من كره النثار والانتهاب منه. نعم. عن زيد بن خالد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة، رواه أحمد. نعم. ما يؤخذ الشيء إلا بإذن صاحبه، وإذا كان بذل المال بهذه الطريقة أنه ينثر على الناس يلتقطون منه، هذا إسراف وتبذير ولا يجوز هذا، ومن حضره فلا يأخذ منه شيئا. نعم. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة، رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا، رواه أحمد والترمذي وصححه، وقد سبق من حديث عمران بن حصين مثله. نعم. فلا ينتهب الأموال التي يقدر على الانتهاب منها، ما يجوز إلا بإذن صاحبه وطيبة من نفسه. نعم. باب ما جاء في إجابة دعوة الختان. الختان هو إزالة القلفة التي تكون على الذكر، فهذه يولد المولود وعليه هذه القلفة، فإنها تزال بالختان لأنها تجمع الأوساخ وأيضا النجاسة تكون في داخلها، فلا تبقى على المولود، لا تبقى على المولود. وحتى الكبير إذا أسلم وعليه قلفته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألق عنك شعر الكهر واختتن. نعم. باب ما جاء في إجابة دعوة الختان. عن الحسن قال: دعي عثمان ابن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له، رواه أحمد. هذا هو وجه الامتناع، أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مائدة بمناسبة الختان، فامتنع عثمان بن أبي العاص الثقفي، امتنع من إجابة الدعوة بمناسبة الختان. نعم. باب الدف واللهو في النكاح. نعم. يباح ضرب الدف في النكاح لأن فيه إعلانا للنكاح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني الدف، هذا من إعلان النكاح، فهو سنة في هذا المكان. نعم. باب الدف واللهو في النكاح. عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه الخمسة إلا أبا داود. الدف والصوت يعني صوت النساء، فيباح للنساء أن تغني بأصواتهن بمناسبة زواج النكاح، لأن هذا فيه إعلان للنكاح، وأما الرجال فلا، ما يغنون، الرجال لا يغنون بمناسبة النكاح، إنما هذا
مأذون فيه للنساء خاصة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. رواه ابن ماجه. أعلنوا هذا النكاح يعني بينوه للناس حتى يكون معلوما، واضربوا عليه بالغربال، والغربال هو الدف الذي ليس له إلا وجه واحد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه أحمد والبخاري. دل على إباحة مثل هذا في مناسبة الزواج، إباحة الصوت النساء وضرب الدف أو الغربال، لأن هذا من إعلان النكاح. نعم. وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. نعم. هذا فيه دليل على سنية ضرب الدف في النكاح، وسنية أيضا رفع النساء أصواتهن بمثل هذا الغناء فيما بينهن، لا تظهر أصواتهن أو يكون هذا بمكبر الصوت، هذا لا يجوز، إنما فيما بينهن، لأن هذا إعلان للنكاح فرقا بينه وبين الزنا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. رواه ابن ماجه. نعم. وهذا من إعلان النكاح، يعني كون النساء تغني بمثل هذا النشيد، هذا من إعلان النكاح، فهو سنة، دل على أن إعلان النكاح بضرب الدف وبتصويت النساء بهذا الغناء فيما بينهن، هذا من إعلان النكاح. نعم. وعن خالد ابن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي. هذا من المبالغة، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. كما كنت تقولين من الكلام الذي ليس فيه منكر. نعم. باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب
أن تدخل نساءها في شوال، رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم، هذا فيه إيقاع الزواج في شهر شوال، قد كانوا في الجاهلية يكرهون هذا، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، جميع الشهور سواء في هذا، فالزواج والدخول بالمرأة يجوز في أي وقت، نعم، لا تحديد لذلك، نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل. إذا أفاد يعني استحق شيئا من النساء أو الدواب، امتلكه، أفاد يعني امتلكه، فإنه يقول ما ورد. نعم، فإذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها. والناصية هي مقدم الرأس، يأخذ بناصية الدابة، يأخذ بناصية المرأة، يأخذ بناصية الخادم، ثم يدعو بالدعاء. نعم، فيقول وليقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه. يعني إذا دخل بالمرأة فإنه يبدأ بناصيتها فيمسكها ويقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه. وكذلك الدابة إذا ملكها فإنه يأخذ بناصيتها ويقول هذا الدعاء أيضا. نعم، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم، رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه. باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسة، وإنه أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. متفق عليه، ومتفق على مثله من حديث عائشة. نعم، الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك، تطلب من يصل شعرها بشعر آخر، فلا يجوز الوصل، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من تغيير خلق الله. لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تطلب ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لبس الباروكة اليوم، هذا لا يجوز. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة معروفة، التي تصل شعرها بشعر غيره، والمستوصلة التي تطلب من يفعل ذلك بها لأن يصل شعرها، نعم، بشعر غيره. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تعمل الوشم، يعني تشق الجلد حتى يظهر الدم ثم ترده فيصبح الدم متجمدا وله لون أخضر، هذا الوشم، فلا يجوز. نعم.
والواشمة والمستوى، وتضع مع الدم تضع معه شيء يغير لونه إلى أخضر إلى أسود. نعم. والواشمة والمستوشمة، الواشمة معروفة، والتي المستوشمة التي تطلب ذلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. الواشمة عرفناها، والمتنمصات، المتنمصات التي يعملن النمص، يعملن النمص، شوف معناها النمص، تخفيف شعر الحاجب. نعم، تخفيف شعر الحاجب، تخفيف شعر الحاجب. نعم، تعمل في حواجبها، وهذا يصنعه بعض النساء أنها تغير حاجبها وتعمل به أشياء تغير من شكله، وهذا نمص ولا يجوز. نعم. لعن صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت أن يفعل لها. نعم. والمتفلجات للحسن، متفلجات الأسنان، يعني تجعل بين الأسنان فرجة للحسن، أما إذا كان هذا للعلاج ولحاجة فلا بأس به. نعم. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد إبليس لعنه الله، فقال: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. وقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن معاوية أنه قال: وتناول قصة من شعر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤها نساؤهم. متفق عليهم. أن معاوية رضي الله عنه خطب على المنبر في المدينة ومعه قصة من الشعر، رفعها وقال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصلنا شعورهن بمثل هذه، فلعن الله بني إسرائيل على ذلك. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. رواه أحمد. نعم. فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيره، وإنما تكتفي بالشعر الذي أعطاها الله إياه. نعم. وفي لفظ: أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. رواه النسائي ومعناه متفق عليه. وعن نعم، وهذا فيه إنكار وصل الشعر بشعر غيره. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. إلا من داء، إلا من داء، يعني علاج. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة. رواهما أحمد. والنامصة ناتفة الشعر من الوجه، والواشرة النامصة التي تنتف شعر وجهها. نعم. والواشمة والواشرة التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر، أي تحدد ورقة، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديثة السن.
نعم. والواشمة التي تغرز في اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم ثم تحتشي بالكحل أو بالنور وهو دخان الشحم حتى يخضر. نعم. والمتنمصة والمؤتشرة والمستوشمة اللاتي يفعل بهن ذلك بإذنهن. وأما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة. قال أبو عبيد وأما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة. أبو عبيد هو القاسم بن سلام. نعم. فقال أبو عبيد نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة. نعم. لا يجوز تغيير خلق الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء وما شابهها. نعم. إلا من باب العلاج، إذا كانت تحتاج إلى علاج فلا بأس بذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة عثمان ابن مضعون تختضب وتطيب فتركته، فدخلت علي فقلت أمشهد أم مغيب؟ فقالت مشهد كمغيب. قلت لها ما لك؟ قالت عثمان لا يريد النساء ولا يريد الدنيا. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا؟ نعم. قال تؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا؟ نعم. وعن الأسوة يعني القدوة. نعم. وعن كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة. رواهما أحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، الرجل يتشبه بالمرأة والمرأة تتشبه بالرجل، فلا يجوز هذا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. رواهما أحمد والبخاري. والمخنث هو الذي يتشبه بالنساء، هو الذي يتشبه بالنساء ويكون فيه تكسر وتثني مثل صفة النساء، فلا يجوز هذا للرجل. وكذلك العكس، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال. نعم. باب التسمية والتستر عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. رواه الجماعة إلا النسائي. وهذا مما يقال عند جماع الرجل لزوجته: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني من الذرية. فهذا له تأثير بإذن الله على المولود. نعم. وعن عتبة ابن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. رواه ابن ماجه. نعم، هذا فيه الستر عند الجماع بين الزوجين، أن يستتر في ساتر يمنع النظر إليهما، وكذلك إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد ولا يتجرد ولا يتجردان، الزوج والزوجة تجردان من الثياب كالعيرين كالحمارين، لا يجوز هذا، يكون عليهما ثياب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. رواه الترمذي. وقال: يعني من الملائكة الحفظة، يعني مع الرجل حفظة يكتبون، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، يكتب السيئات وهذا يكتب الحسنات، هذا أولئك الملائكة الحفظة. نعم. إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. من الملائكة. نعم، حفظ. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الغريب ما تفرد به واحد. الغريب ما هو بالغريب يعني هذا ضعف في السند، ولكن المراد بالغريب ما تفرد بروايته واحد. نعم. باب ما جاء في العزل عن جابر. العزل، العزل يعني إذا جامع امرأته وأراد أن ينزل فإنه ينزل خارج المرأة، هذا لا يجوز. نعم. باب ما جاء في العزل عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. هذا احتجاج بسكوت الوحي عن هذا، فلو كان هذا منكرا لنهى عنه، لنهى عنه القرآن أو السنة. نعم. ولمسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا من التسري بالمملوكة، تسري بالمملوكة، كان يتسرى بها ويعزل يخشى أن تحمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان قدر لها أنها تحمل فستحمل ولو عزلت عنها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. متفق عليه. يعني أن هذا لا يرد القدر، العزل لا يرد القدر، إذا قدر الله النسل فسيحصل،
ولا يمكنكم منع النسب. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قالت اليهود: العزل الموءودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه. رواه أحمد وأبو داود. اليهود زادوا في التشدد وقالوا: العزل الموءودة، يعني يشبه الموءودة الصغرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قدر الله لا يرده شيء، إذا قدر الله أن يخلق النسل هيأ له أسبابه، ولا يمكن للإنسان أن يمنع شيئا أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل: أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقره قراره، فإنما ذلك القدر. رواه أحمد. أقره قراره ولا تعزل، يعني إن أراد الله النسل فسيحصل، وإن لم يرد النسل فلو أنك جامعت أهلك ما حصل، ما حصل النسل، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، توكل على الله وفوض الأمر إليه. نعم. وعن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. رواه أحمد ومسلم. أعطينا شرحا. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: أشفق على ولدي، أو قول الرجل: أشفق على ولدها، هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل، ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل، ومنها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقا، وكل ذلك لا يغني شيئا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. ثم قال: فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن العزل، ولكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة لا تضر فارس والروم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة لا تضر فارس والروم، ترك النهي عنها. نعم. وعن جذامة ابن وهب يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة تقول: المسابح التي تكون في النوادي الرياضية للنساء، هل هي تدخل في حكم الحمام التي نهيت المرأة عن دخوله وعن خلع ملابسها فيه؟ الملابس المخصصة للنساء ولا يحصل فيها محذور شرعي لا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن أمر البنت بالحجاب يعتبر تعديا على طفولتها، ويقصد بالبنت التي بلغت 9 سنين أنها ما زالت صغيرة فلا تؤمر بحجاب،
يقول هل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول باطل، بل البنت إذا بلغت هذا السن تؤمر بالحجاب، تربى عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا دعيت إلى وليمة وكان فيها منكرات لا أستطيع إنكارها، فهل يكون هذا عذرا لي في أن لا أذهب إليها أصلا؟ بلا شك إن هذا عذر، إذا كان فيها منكر ولا تستطيع إنكاره وإزالته فلا تذهب إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدف والصوت في النكاح، هل الصوت المقصود به صوت النساء الكبيرات أو الجواري الصغيرات فقط؟ النساء كبيرات أو صغيرات مرخص فيه، لأنه إعلان للنكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولكن لا تكون أصوات النساء إلا في محيط النساء، ولا تكون في مكبر صوت أو في تسجيل لا يسجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز الدف للنساء في غير النكاح والعيدين؟ لا، ما يرخص فيه إلا في هذه المناسبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقولون عند قدوم الغائب وعند، لكن الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ عند الختان وعند، توسعون في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ضرب الدف بالنكاح هل هو خاص بالنساء أم يشمل الرجال أيضا؟ لا، ما يشمل الرجال، هذا خاص بالنساء وفيما بينهن أيضا، ولا يسجل ولا يكون بمكبر صوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول وهل يجوز للنساء التصفيق والرقص عند الضرب بالدف في النكاح؟ التصفيق إنما يكون لتنبيه على شيء، إذا نابكم شيء في صلاتكم فتسبح الرجال وتصفق النساء، إذا كان المراد التنبيه على شيء، فالمرأة لا ترفع صوتها وإنما تصفق للتنبيه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم حضور الوليمة إذا كان صاحبها من القربى أو من القرابة لكنه من المبتدعة؟ إذا كان يؤثر عليه يترك البدعة فاحضر، وإذا كان لا يترك بدعته وبدعته يعني بدعة ظاهرة ومنكرة فلا تحضر، أما إذا كانت بدعته خفية ولا يظهرها فأنت لست بمسؤول عما أخفاه عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها، هل يؤخذ إذا أفاد يعني حدث له أن ملك دابة أو ملك أمة أو تزوج امرأة؟ نعم. يقول وفقك الله، في قوله عليه الصلاة والسلام دابة، هل يؤخذ جواز صنع ذلك عند شراء سيارة فيؤخذ بمقدمتها ويقال هذا الدعاء؟ لا أعلم ذلك، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا دعيت إلى وليمة وكان الداعي أحد الأقارب ثم دعيت في نفس الوقت إلى وليمة من جار لي، فأيهما أقدم؟ تقدم الذي سبق بالدعوة، الذي سبق في الدعوة، فإن كانوا في الدعوة سواء تقدم القريب منهما إلى بيتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول: بالنسبة للعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة، الرجل هل يدخل في هذا النهي أم يجوز له أن يأخذ من حواجبه؟ نعم، لا يجوز له ذلك، وإنما خص النهي بالنساء لأنهن أكثر من يفعل هذا للتجمل بزعمهن. ما في رجل يعبث بحواجبه، نعم، إلا المتشبه بالنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه سائلة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تشقر حواجبها أو ترسم على حواجبها؟ لا يجوز لها ذلك، لا تغير شيئا مما خلق الله إلا الشيء المشوه فتزيله تعالجه، وأما الشيء العادي فهذا لا تغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصور التي تكون على المنتجات الغذائية والبضائع، هل هي من الصور الممتهنة؟ وما حكم التجارة فيها وتداولها؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، والصور هذه لا حكم لها، نعم، لأنها ممتهنة، ليس إنما لو كانت تعلق أو تحفظ تحفظ بعلب أو في شيء، هذا هو الممنوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هناك بعض اللصوق أو اللصقات تستعملها النساء على أيديهن ثم يطبع على أجسادهن ما يشبه الوشم، فهل ذلك جائز؟ لا، ما هو جاهز أن تعمل شيئا يثبت على جلدها ويبقى له لون، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة، هل هذا الحديث يشمل الرجال فيكونون منهيين عن الوشم؟ الرجال لا يفعلون هذا، إنما تفعله النساء اللي تحرص على التزين والتجمل بزعمهن، الرجال ما يعملون هذا، إن عملوا فهو متشبه بالنساء. نعم، تشبه بالنساء حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال ما يسمى بالصنفرة، وهي ما يفرك به الوجه لتفتيح البشرة، هل هو داخل في التقشير المنهي عنه؟ الصنفرة؟ نعم. وهي ما يفرك به الوجه لتفتيح البشرة، هل هو داخل في التقشير المنهي عنه؟ إذا كان يغير لون الوجه أو يغير، فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، أو هذه امرأة من هولندا تقول: لديها محل لبيع الجلاليب وخمر النساء، وتريد تصوير بعض النساء وهن لابسات لتلك الجلاليب ليتعرف النساء على شكل مبيعاتها مع تغطية الوجه والكفين، هل في ذلك بأس لمصلحة البيع؟ لا، ما يجوز تصوير المرأة، لا يجوز من أجل الدعاية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن العزل مكروه؟ العزل محرم، أو مكروه فقط، محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استخدام المرأة لحبوب منع الحمل لكي لا تنجب؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز أن تتخذ شيئا يمنع الحمل دائما، أما أنه يمنع الحمل في وقت من الأوقات ثم يزول ويعود الحمل فلا بأس إذا كان لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل أو هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة إزالة شعر الوجه دون شعر الحواجب، كأن يخرج لها شارب أو شعر في خدها، هل يجوز لها الإزالة؟ إذا كان يشوه وجهها فتزيله، نعم. أما إذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فلا حاجة إلى إزالته، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا طال الحاجب فهل يخفف منه طال شعر الحاجب؟ لا يجوز هذا النمص، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم القزع؟ القزع مكروه، القزع مكروه في متن الزاد، يقول: ويكره القزع، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ما يسمى بتقويم الأسنان لأجل حاجة، كأن تكون إحدى ثناياه متقدمة على الأخرى فيضع تقويما حتى تتعدل؟ هذا من باب العلاج، فلا بأس بذلك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز إزالة ما بين الحاجبين فقط؟ لا، ما يجوز هذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المنكرات الظاهرة، ما واجب طلبة العلم حيال ذلك، وما واجب العامة حيالها؟ واجب المسلم المنكرات أن يبلغ رئيس الهيئات، رئيس الهيئات بالقيام بإزالتها وإنكارها، نعم، لأن لها جهة خاصة فيبلغها بذلك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ولي أمر الفتاة، هل يجوز له أن يأذن لابنته بأن تذهب إلى الحفلات والمهرجانات المختلطة؟ لا، ليس له ذلك، أن يمنعها مما يؤثر عليها تأثيرا سيئا ويقلل من حيائها، هو مسؤول عنها وعن تربيتها وعن المحافظة عليها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجال قوامون على النساء، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، أو امرأة تسأل فتقول: ما حكم قص شعرتين أو ثلاث شعرات من شعر الحاجب وليس نتفا، حيث إنه يزيد طولهن عن باقي الشعر؟ لا يجوز هذا إلا إذا كان مشوها، إذا كان مشوها فتزيل التشويه فقط، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، أو امرأة تسأل فتقول: هل وضع حشوة في الشعر يعتبر من الوصل؟ كيف حشوة؟ ها؟ والله ما أدري. إيش معنى الحشوة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دعينا إلى وليمة وتطلب حضورها السفر، فهل يجب علينا ذلك؟ لا، ما تسافر من أجل إجابة الوليمة، وإنما هذا إذا كان في البلد وقريبة منك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعيت إلى وليمة وغلب على ظني وجود منكرات، فهل لي أن أمتنع من الإجابة علما بأنني لست جازم وإنما يغلب؟ إذا غلب على ظنك فهذا ينزل منزلة اليقين، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من سقط شعرها بسبب مرض، هل يجوز لها أن تلبس ما يسمى بالباروكة؟ لا يجوز لها أن تلبس الباروكة، وإنما تغطي المكان الذي فيه تشويه لها أو فيه، نعم، تغطي، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا السائل يقول: ما هي أسباب الثبات على الدين في زمن الفتن؟ تجنب مواطن الفتن، الابتعاد عنها، والدعاء، تدعو الله أن يثبتك على الحق وأن يوفقك للهداية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: علي دين لرجل كافر ولا أعرف أين مكانه، فكيف أبرئ نفسي من ذلك؟ إذا أيست من وصول المال إليه فتصدق به، فتصدق به نيابة عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل عنده عقيقة لأحد أولاده، هل يصح أن يهديها إلى أخيه عند زواج أخيه فتكون عقيقة هدية؟ لا، العقيقة هذه عبادة مستقلة، لا تجعل بدلا، يجعل بدلا عنها عبادة أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ولد لي مولود ثم توفاه الله بعد الولادة وجاء بعده آخر، فهل يجوز أن أسميه بنفس اسم الأول؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عليه شراب أو جورب، فهل يجوز له أن يخلعه قبل الصلاة؟ إذا كان قد مسح عليه في الوضوء فإذا خلعه بطل وضوءه، فلا يخلعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلد تنزانيا يقول: انتشرت في بلدنا جمع الصدقات في المسجد بعد كل صلاة، وفي بعض المساجد بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العشاء، وهذا مستمر دائما، فما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ لا مانع منه، لا مانع من ذلك، لأنه فعل خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز التخويف بالسلاح الناري من باب المزاح؟ لا، هذا حرام، هذا لا يخوف بالسلاح بيده، لأن هذا يروع الناس، وربما إن الشيطان ينزع بك فيحصل المحذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السلاح لا يلعب به أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة بثوب فيه دم؟ إذا كان صلى فيه ولم يعلم بالدم، أو علم به ونسيه، صلاته صحيحة. أما أن يدخل في الصلاة ويشوف على ثوبه دم نجس، فلا بد من إزالة الدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: نهينا في بلدنا عن ذكر ضلالات الفرق المبتدعة وعن التحذير منها، يقول: ومن فعل ذلك فإنه يحصل عليه ضرر، ما نصيحتكم لنا في نشر الدعوة إلى عقيدة السلف؟ انشروها حسب استطاعتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في خارج هذه البلاد يوجد في بعض المطاعم مكان خاص للخمور ويسمى بالبار، هل يجوز لي أن أدخل إلى المطعم وآكل فيه والخمر في مكان آخر؟ لا، تبتعد عنه إلى مكان ليس فيه محل خمر، إلا إذا اضطررت إلى هذا وكان المكان الخمر منعزل، فالضرورة لها حكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يقال بأنه يشرع بأن تكون وليمة العرس إنما تحتوي على شاة واحدة فقط؟ لا تحدد بشاة واحدة، هذا حسب عادات الناس ويعني القرابة التي لك والذين تريد أن تدعوهم، تعمل من الذبائح بقدرهم حسب الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التصوير الذي يكون في ولائم الزواج هل يكون منكرا يحق لي أن أمتنع عن حضور الوليمة بسببه؟ إيه نعم، إذا كان لا تستطيع منع التصوير فلا تحضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الراجح في بيان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ اسم الله الأعظم هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مسألة هجر المبتدع من عدمها، يقول: ما هي الطريقة الشرعية فيها؟ هجره تركه، أول شيء تناصحه بترك البدعة، فإذا لم يمتثل النصيحة فهجره وابتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن إطالة الشعر بالنسبة للرجل تعد من السنة النبوية؟ إطالة الشعر على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بها. نعم. أما إطالته بما لم تجري العادة به ولا يوافق السنة فإنه يترك هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كان صلى الله عليه وسلم له لمة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أو جمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قدمي جرح وقد وضعت عليه لاصقا، فهل يجوز لي أن أصلي وهو علي، وكيف أتوضأ؟ تمسح عليه إذا كان يحتاج إلى بقاء اللاصق عليه، إذا توضأت تمسح عليه ويكفي هذا عن غسل ما تحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم قص المرأة لشعر رأسها إلى حد الأذن، وهل يعد هذا من التشبه بالرجل؟ نعم، لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، بل تبقي شعرها لأنه جمالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جمل الله الرجال باللحى وجمل النساء بالذوائب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس المرأة للعدسات الملونة في عينيها، حيث ترتدي لونا كلما ارتدت فستانا معينا؟